قبل 18 شهرا. لن أقول بأن الأمر كان تراجيديا بقدر ما كان مزعجا. أثناء تلقيها العلاج الكيميائي والإشعاعي أصيبت عضلاتها بتمزق مؤلم. يدي اليمنى لم تكن ترتفع إلا بقدر محدود. علاج السرطان قد يؤدي إلى انقباض العضلات والوهن والإرهاق، ما يجعل عشرات الملايين من المصابين بالسرطان في حاجة ماسة لما يخفف تلك الآثار الجانبية. بغض النظر عن مراحل السرطان، الكل يحتاج لأن يكون مستقلا. ساعد الدكتور كيرتيس وايت هيف بوندا في إعادة تأهيل قدراتها الجسمانية. خضعت لستة أسابيع إلى جلسات وتمارين خاصة بإعادة التأهيل. لا يمكن وضع برنامج موحد يناسب المصابين بالسرطان لأنه يعمل على مهاجمة كل أعضاء الجسم. التمارين التي خصصت لفوندا شملت المشي ورفع اليدين لتحسين القدرة على الحركة. كنت أشعر بتحسن مضطرد جعلني أتأكد من فاعلية العلاج وأنا أنصح به. إعادة التأهيل تفلح في تخفيف الآلام والأعراض الناجمة عن علاجات السرطان.